السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، صباحكم بكل خير. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا، دونك تنتمنى باش أن نكون تنقرب منكم الصورة، وكذلك تنكون تنعرف نشرح كما تنقولوا. وما تنساوش أصدقائي أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة، وأنكم تفعلوا بهذا الزر ديال الجرس باش أنكم توصلوا بجديد الفيديوهات. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على جميع الملاحظات اللي كتعطيونا. دونك اصدقائي، اليوم ان شاء الله تعالى الناس اللي بغيت في الماستر، فاحنا غادي نواصلوا السلسله ديال الشروحات ديالنا من بعد ما هضرنا على المدرسه العليا للتكنولوجيا بفاس، وهضرنا كذلك على المغادره ديال اشرف بن عياد لقناه بين سبورتس، وهضرنا على مجموعه ديال المسارات والاجازات المهنيه وغيرها. غادي نمشيو لمكناس كذلك اصدقائي، وغادي نكملوا السلسله ديال الشروحات ديالنا باش اننا نعرفوا معلومات بخصوص طريقه التسجيل في كليه العلوم بمكناس. دونك غادي نرجع معكم هنا ونتبعوا ايتاب باغ ايتاب. كما كتشوفوا معايا، هذا هو الموقع ديال كليه العلوم ديال العلوم ديال مكناس، وهنا افي دابيل ا كانديداتور بور لاكسي او ماستر اي ماس اي ليسونس بروفيسيونيل. دونك حنا غادي نديروا شرح اولي خاص بالماستر، وبعد ذلك غادي نمشيو باش نشرحوا كيفاش تسجلوا في ليسونس بروفيسيونيل. بالنسبه لي ماستر اللي كاينين اصدقائي صديقاتي، دونك عندنا ليسونس بروفيسيونيل وحده، دونك حنا ما غاديش نطرقوا ليسونس بروفيسيونيل. لي ماسترات اللي عندنا ماستر في الديبارتمون ديال الجيولوجي سيونس دو لو اي دو لانفيرونمون، عندنا في الديبارتمون ديال الفيزيك عندنا تكنيك دو رايونمون اون فيزيك ميديكال، وعندنا كذلك في ديبارتمون ديال الماتيماتيك عندنا جوج ديال لي ماستر، عندنا ماتيماتيك بيور، وعندنا كذلك اناليز نيميريك دي زيكواسيون او ديريفي بارسيال. وعندنا كذلك بالنسبه للديبارتمون ديال البيولوجي عندهم جوج ديال لي ماستر، ماستر دو باز، وعندنا ماستر كذلك سبيسياليزي. الى بغيت ندير لكم حلقه على شنو هو الفرق ما بين ماستر دو باز وماستر سبيسياليزي، ما عندي حتى شي اشكال. هنا بالنسبه للماستر الاول هو بيو اكتيف سونتي اي انفيرونمون، وعندنا كذلك سيونس دي زاليمون اي بيو برودوي. دونك حنا اللي كيهمنا بغيتو تعرفوا معلومات ولا بخصوص كل ماستر، كليكيو هنا على هاد فوار افيش، وغادي يطلعوا لكم كاع لي زانفورماسيون اللي بغيتو تعرفوا بخصوص دوك الماسترات. دونك حنا اللي كيهمنا اصدقائي هو غادي نهبطوا لتحت هنا، وغادي نكليكيو على هذا لو ليان اللي هنا، اللي غادي نخليكم اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبشن ديال لا فيديو. وكذلك بان الفتره ديال التسجيل غتكون مفتوحه من 3 غشت حتى 3 شتنبر، دونك عندكم مده باش انكم تسجلوا. دونك غادي نكليكي انا بحال هكا باش تبقاو متبعين معايا ايتاب باغ ايتاب. بعد ذلك كنجيو لا بلاتفورم هنا، هنا غادي نخليو ماستر، وغادي نجيو نكتبو الاسم ديالنا هنا، الاسم العائلي هنا بالفرنسيه، وهنا الاسم الشخصي بالفرنسيه، وهنا كود ماستر ديالنا ولا سي ان او ديالنا، وكنختار هنا لا فيليير لي بغينا. غير هو حاجه بغيت نقول لكم اصدقائي، وهو انكم تاكدوا من لي زانفورماسيون ديالكم، وهاد لا بلاتفورم رفاه هي بالفرنسيه، كما شفتوا معايا ما كاينش شي حاجه بالعربيه من غير هاد كليه العلوم وجامعه المولاي اسماعيل. دونك وبعد ذلك غنديروا سويفون. دونك هنا الا سبق لك ديجا تسجلتي وبتيري فقط غير الفورمولير دو بري انسكريبسيون، غتجي تكليكي هنا وغادي تجي تليشارجي. سمحوا لي كنحاول اني نشرح لكم ايتاب باغ ايتاب باش انكم تتبعوا معايا، واني نتجنب دوك لي كومونتير لي تيبقاو يطرحوا كل مره. دونك ندخل هذه المعلومات ديالو، نمشيو ليتاب سويفونت. بعد ذلك اصدقائي غادي ندخلوا للمعلومات بخصوص معلومات عامه. دونك هنا سبق لنا دخلنا الاسم ديالنا، وكذلك دخلنا رقم مسار ديالنا، ومعلومات بخصوص الاسم والاسم والنسب ديالنا. دونك هنا كنجيو كنكتبوا الاسم العائلي ديالنا بالعربيه، وهنا الاسم الشخصي بالعربيه، هنا كدير رقم بطاقه التعريف الوطنيه، هنا الجنس فيمينا ولا ماسكولا. دونك هنا كدير لا دات دو نيسونس، غتجي هنا وغتختار مثلا بحال هكا، وتكون الصيغه بحال هكا النهار الشهر او السنه، وهنا ليو دو نيسونس ديالكم يعني مكان الازدياد، هادشي بالفرنسيه. شوف لا كارت ناسيونال كتبوا كما هو، نفس الشيء كذلك المكان الازدياد بالعربيه، غتمشي لا كارت وغتكتبو كما هو. الا بدلتي العنوان كتب العنوان الجديد ديالك هنا، وعاود كتبو هنا بالفرنسيه. بعد ذلك كدير هنا العنوان الشخصي ديالك،
هنا ليو دونيسوس مثلا زاكورا، وهنا زاكورا، وهنا كدير العنوان الشخصي ديالك. ماشي مشكل انك الا عاود تكتب نفس العنوان هنا وهنا، دونك ما غاديش يطرح حتى شي مشكل. هنا الناسيوناليتي ديالك بطبيعه الحال غتبقى ماروكان. بعد ذلك اصدقائي كنمشيو النيميرو ديال التليفون ديالنا هنا، الايميل ديالنا هنا، يعني مثلا @gmail.com @edu.uk.ma، يعني البريد الاكاديمي ديالكم. وعندكم هنا ستاتيو، واش انت فونكسيونير يعني موظف، نون فونكسيونير يعني طالب. دونك حنا نديرو نون فونكسيونير. وعندنا السيتياسيون ديالك، سيليباتير ولا ماري. دونك سيليباتير عازب، ماري متزوج. دونك حنا نديرو سيليباتير، وبعد ذلك نديرو سويفون. دونك انا ندخل هذه المعلومات ونمشيو ليطاب سويفونت. اصدقائي بعد ذلك اصدقائي، فهنا كيطلبوا منا نديرو الصوره الشخصيه ديالنا. وبعد ذلك هنا خصنا ضروري ان ندخلو كذلك لا كارت ناسيونال ديالنا هنا، وكذلك ندخلو السي في ديالنا. هنا لا كارت ناسيونال تكون غير صوره، الفورما ديالها جي بي جي. وكذلك هنا لا كارت ناسيونال خصها تكون ريكتو فيرسو، وتكون الفورما ديالها بي دي اف. دونك جمعها ديرها بي دي اف، وبعد ولا دخلها الوورد، وبعد ذلك دير لها اكسبورتي بي دي اف، وحطها هنا. كدير هنا غير اجوتي، وكتجيبها من بعد فين كاينه. نفس الشيء حتى للسي في ديالكم، كتجيو كتحطو بنفس الطريقه، كديرو كتحولو البي دي اف، وبعد ذلك كديرو اجوتي هنا. بعد ذلك اصدقائي كنجيو للخطوه الاخرى المتعلقه بالبكالوريا. هنا كدير التيب ديال الباك، يعني واش خديتي باك ماروكان ولا باك اترونجي. بطبيعه الحال حنا خدينا باك ماروكان. هنا سنه الحصول على البكالوريا، دونك حنا مثلا نديرو 2014 ولا 2016 ولا 2018، نتوما ديروا اللي عجبكم. هنا السيغي ديال الباك، واش خديتو في سيونس دو لا في اي دو لا تير، ولا سيونس فيزيك شيميك اي شيميك، ولا سيونس مات الف ولا باء. دونك حنا مثلا نديرو سيونس مات. وبعد ذلك المعدل العام باش حصلتي على البكالوريا، مثلا نديرو حنا مثلا نديرو مثلا نديرو مثلا نديرو مثلا 15.. مثلا اسمح لي تنكتب بالعربية. دونك فاصلة مثلا 25، ياك. بعد ذلك ملي كندخل هاد المعلومات، فكنجي كنكليكي هنا على سويفون. بعد ذلك كنمشيو للمعلومات خاصه ب ليسونس ديالنا. وها يعني كاشه ديال بصح، هادشي كتير هنا، ماشي مشكل، غادي نشرح لكم ايتاب باغ ايتاب. عندنا هنا باك بلس 2، يعني هنا كيقصدو به واش خديتو على نيفو ناسيونال، ولا خديتو فشي بلاصه اخرى من غير المغرب. وهنا ضروري كتحدد واش خديتو في السيستيم ديال ال ام دي اللي فيه اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5، ولا الانسيان ريجيم اللي فيه العام الاول العام الثاني العام الثالث والعام الرابع. انتم غادي نكليكي هنا غادي تبدلوا هنا المعطيات ديالنا. دونك حنا غادي نرجعوا للنوفو سيستيم ديالنا. هنا ملي كنجيو فكنختاروا بنفس الطريقه، مثلا حنا اخترنا 2014، كنجيو هنا السيمستر الثانيه 2014، السيمستر 3 2015، السيمستر 4 2015، بحال هكا بنفس الطريقه. هنا كديروا لا موين. دونك ملي كنجيو مثلا كنديروا 12.45، وهنا كنجيو كنديروا 12.45.45. هنا كدير الدوك، هنا الناتور ديال الدبلوم، هاد الناتور ديال الدبلوم اللي عندنا هنا كتختار واش خديت الدوك ولا دو ولا ديو تي اللي كان في لويستي، ولا دوست اللي في ستي، دي تي اس ديبلوم دي تيك دو تيكنيسيان سبيسياليزي، بي تي اس ولا كلاس بريباراتوار. هنا راه كتختاروا هاد الناتور ديال الدبلوم، بطبيعة الحال خدناه في النيفو ناسيونال. عادة كتجي عليك انت حاجة أخرى، هنا راه كتجي كديرها هنا سبيسياليتي ديالك. مثلا دوك هنا مثلا نديرو سيونس ماتيماتيك مثلا. غادي طول شوية الفيديو لكن صبروا معايا. هنا فاكولتي دي سيونس لي فيستي، فاكولتي دي سيونس اي تكنيك او اس تي، راه ديجا شرحتهم لكم. نتوما كتختاروا فين خديتو هاد الدوغ ولا الدوس ولا سميتو. دونك خليو حنايا الا سميتو. وبعد ذلك كتختاروا فين كاينه هاد الكليه، واش هاد الكليه تابعه للمولى اسماعيل، ولا تابعه للملك سعدي، ولا تابعه لشعيب الدكالي، ولا تابعه لونيفرسيتي قاضي عياض، ولا. دونك حنا نديرو
نديرو مثلا نديرو اكادير، فاكولتي ابن زور اكادير. هنا كتجي انفورماسيون على ليسونس ديالك، الناتور ديال الدبلوم، نفس الطريقه ناسيونال هنا ناسيونال. هنا كنجيو كنديرو اي 5 و اي 6 كما تشوف معنا. بدينا هنا 2015 2016، ولا نجيبو هنا نديرو هنا 2016، وإلا بقات لنا مثلا سيمستر 6 بقى لنا شي موديل لقينا مثلا في 2017 غنجي نديرو 2017. هنا كدير بنفس الطريقة، كدير النقطة ديالك مثلا هاكا، ماشي واحد، نديرو 13 مثلا. هنا كدير واش خديت ليسونس فوندامونتال ولا ليسونس بروفيسيونيل إجزامية ولا أساسية. وهنا كدير سيونس إي تكنيك، علوم وتقنيات إلا كنتي قريتي في ليفيستي. هنا كدير سبيسياليتي، نديرو بنفس الطريقة نديرو سيونس ماتيماتيك. ماتيماتيك نحيدو واحد اس زاديت. هنا كدير كتختار بنفس الطريقة واش خديتو في فاكولتي دي سيونس ولا فاكولتي ولا الاف اس تي ولا لو اس تي، راه ما عندك بزاف ديال الاختيارات. الا ما لقيتش داك الاختيار ديالك هنا فكتجي كدير اوتر. هنا حنا نديرو اف اس ونديرو مثلا يونيفرسيتي قضائيات. انا قريت في بنزور وقريت في القضائيات، انا غير كنعطيكم مثال. افيفو دوتر ديبلوم اكاديميك؟ هنا كتجيو الا عندك شي ديبلوم اخر فكتجي كدير وي مباشرة. بعد ما كدير وي فكيحددوا لك مثلا هنا 2018 مثلا انا جيت درت مثلا واحد ديبلوم ديال ليسونس بروفيسيونيل مثلا، كتجي كدير هنا مثلا او اي انفيرونمون مثلا انفيرونمون مثلا بحال هكا. كدير هنا الكليه فين اخترت مثلا ايفيستي ولا الاويستي، وكتجي كدير هنا مثلا انيفرسيتي عبد الملك السعدي. من بعد ما كتدخل هادشي كامل فكتجي وكدير سويفا في اونتري ان موين كذا وكذا كومبري. هنا كيجي ملي كنجيو للفيشي فيشي ديبلوم فكنجيو هنا كنديرو الدبلوم ديال البكالوريا ريكتو فيرسو يكون بي دي اف، الغولفي بيان النقاط ديال البكالوريا حتى هو يكون بي دي اف، والدبلوم ديال الباك بليس دو يعني الدوغ كديرو هنا بي دي اف، وبيان النقاط ديال الدوغ ولا الدوست ولا دي تي ولا دي تي اس كتجي حتى هو كديرو. الا درتي دي تي اس هنا كدير بين النقط ديالو، درتي دوك كدير بين النقط ديالو، هنا درتي دوك كدير بين النقط ديالو. هنا نفس الشيء كذلك حتى الاجازه كدير الدبلوم ديال الاجازه هنا وكدير بين النقط هنا، وبعد ومن بعد كدير اونفوي هنا باش تمشي للاختيار الاخير اللي هو فيناليزاسيون. دونك انا غادي ندخل هذا الشيء ونمشيو ليطاب الاخرى. اصدقائي صديقاتي اصدقائي ملي كنديرو اونفوي دونك كما كتشوف معنا معلومات انا دخلتها غير هكاك يعني ماشي مضبوطه، انا غير باش نقرب منكم الصوره. ملي كنديرو اونفوي في الخطوه اللي قبل منها كيطلع لنا هذا الجدول هنا، بعد ذلك كنديرو تيرميني. باش نسجلوا هذا الشيء فضروري خصنا نديرو تيرميني، الا ما درنا تيرميني فغداك الشيء عندنا كامل غادي يتم الغاء ديالو. دونك هذا الشيء كان في هذا الشرح اصدقائي، نتمنى باش اني ما نكونش طولت عليكم، وصلنا تقريبا شي 14 دقيقه ولا 13، دونك حاولت اني نقلل من 20 وجبناها. دونك ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديال سلسله لقاء مع الموجه، عندكم شي سؤال ولا شي حاجه صيفطوا لنا في الانستغرام ديالنا، الانستغرام هو هذا اصدقائي صديقاتي، باش اني نجاوب على الاسئله ديالكم، ولا خليو كومونتير اسفل هذا لا فيديو. تحياتي إليكم أصدقائي.